اللي راح أطلع أبي أعرف وين هالهجرة هذه. قرب يا زول قرب، وش فيك خايف مع شبة النار؟ على الكفيل تعبان هذا المنتفخ الكفيل، قرفتني كسرة الخبز والكاس الموية يا زول، قرفتني كسرة الخبز وكاس الموية يا زول، قرفتني إلين جتني الحكة. افهمني، أنا أقول لك عن هجرة البحرة ما تتذكرها؟ ما مرت عليك؟ قطعة خبزة بس وكاسة موية من هذا الكفيل المنتفخ. لا حول ولا قوة يا زول. زينب يا عم، احنا وين؟ احنا في اي صحراء؟ المكان اللي احنا فيه وين؟ اي الابل؟ عقرب تهرب منها ليه يا زول؟ حشرة جميلة لطيفة يا زول، تقتلها؟ قتلك جني؟ عقرب، هذا عقرب عبد لطيفة وسحبه ورك النواة الطاهرة ولك النواة الطاهرة وهذا الفراش الذي بشهيني عشان عبد الله. يا أخوي عبد الله، إيش فيك أنت؟ ما نمت طول الطريق وعدينا مشاوير وما نمت، ما أشوفك تنام ولا أشوفك تتكلم. عبد الله حبيبي، عبد الله يا أخوي، عبد الله أروح أجيب لك اللابتوب تتسلى فيه. يا عبد الله، أنت زعلان مني علشان أنا أطقك؟ عبد الله ما تخاف، طقني عشان تبرد حرتك. عبد الله ما يصير هالشكل. عبد الله احنا قاعدين في بر، ما نعرف احنا وين. لا براضي تتكلم ولا براضي تنام. يا عبد الله ولا يرحم والديك، انا راسي مصدع ابي انام. نام يا عبد الله، تكلم. اوه سود الله وجهك يا غبي، من هذول اللي برا؟ تاركهم وانت نايم حضرتك؟ اي ما بعرف، انا ذاتي ما بعرف. هيا جيب كسرة الخبز وجركل الموية. اي انتم الياه، يلا قوموا. من انت؟ انا اسمي نيقا.
وأنا اسمي منصور، أنا من الشرقية، من الدمام. منتم؟ من الوادي؟ لا، أنا قايل لك، إحنا من المنطقة الشرقية، من الدمام. وش اللي محدركم الوادي؟ قصتنا قصة طويلة. أنا تعينت مدرسة في هجرة البحرة، وجيت ودرت بهالبران، وصار الغبار أنا مع أخوي، وضيعنا بهالطريق، وقربنا من هالخيمة، وجيت أسأل عن البحرة وما حد دلاني. تبون أدليكم للبحرة؟ يا ليت، الله يرحم والديك. أجل فين سيارتك؟ سيارتي ورا الخيمة. أجل اتبعني بسيارتك. تكفى تكفى يا نقا، واللي يرحم والديك، خذنا معاك بسيارتك. وسيارتك؟ سيارتي أخذها معي بعدين، أخذها معاك. أجل قوموا معي يا رجل. الحمد لله على السلامة. وش اللي جابك من طريق الوادي؟ احنا في رجال سألناه قبل الكباري، سألناه عن هجرة البحرة، وقال لنا ان نعدي الكوبري بأربعين كيلو ونوصل لهجرة البحرة. ووصلنا وسألنا يمين ويسار وما حد دلنا على الطريق الصحيح. وانت تفكر ان أربعين كيلو متر في الصحراء قليلة يا رجال؟ اهل الوادي ما يمرون فيه الا بالنهار. مسموع الوادي هذا وادي الارواح. ما سمعت بهالوادي من قبل يا رجال. الوادي هذا مليان فيه جن وعفاريت. بسم الله بسم الله علينا. وش اللي وش فيه اخوك؟ اخوي احنا مرينا بمشاكل مثل ما قلت، ان في عفاريت وجن، بس احنا شفنا شغلات غريبه، شغلات غريبه قاعد تصير. واحد يطلع لنا من فوق السياره، واحد من يمين وواحد من يسار. بعدين اخوي صار في فترة من فترات انه مو قادر يتكلم ولا قادر يقول اي شيء، ساكت مثل ما شفت حالته. لا حول ولا قوة الا بالله. حالة اخوك هذا ما تنفع الا معاه الشيخ زيدان، والشيخ زيدان هذا يقرا عن الناس اللي فيهم جن، والظاهر اخوك واحد منهم. يعني اللي مريناه في هالبر هذيلا كانوا جن؟ ايه الله يجير، الله يجيرنا ويبعد عن الجن والشياطين. عفوا يلا الشيخ ليتا، نروح للشيخ ليتا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للرجل اللي طفح من القبر هذا، كان تارك الصلاة. انزين يا شيخ، بالنسبة للمرة اللي شفناها شكلها شكل قرد وتنبح نباح كلام، هذه ايش سالفتها؟ هذه سلامك الله كانت تخون زوجها، يعني زاني. زاني زاني. انزين يا شيخ، هذه أشكال مرعبة أنا شفتها، الميت والمرأة القرد. بس شفت شاب جميل مر علي وأنا في وسط الصحراء المظلمة، هذا إيش سالفته وإيش قصته؟ هذا الولد كان بار لوالديه. يا شيخ، وأنا مار مع أخوي شفت رجال ياكل الجمر وياكل القزاز، استغربت منه حيل، شكله عجيب ويسولف معانا سوالف غريبة ويسألنا هذا ايش قضيته. هذا على ما اظن يتعامل بالربا وينصب على الناس. زين يا شيخ، هل اللي شفناهم هذيلا أحياء ولا أموات؟ أموات. والوادي اللي مريته عليه يطلق عليه وادي الأرواح، لأن فيه أموات صار لهم المئات السنين.